لأن الأموال ليست كلها فيها زكاة، بل منها ما فيه الزكاة ومنها ما لا زكاة فيه. فالزكاة واجبة أولاً في الذهب والفضة، الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كان، سواء كانت نقوداً كالدراهم والدنانير، أو تبراً كالقطع من الذهب أو الفضة، أو حلياً يلبس أو يلبس ويستعار أو غير ذلك. المهم أن نفس هذا المعدن وهو الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال، لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة. والنصاب من الذهب 85 جراما، والنصاب من الفضة 56 ريالا سعوديا بالفضة، وهي 595 جراما. فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار فقد ملك النصاب. فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، وإن نقص فلا زكاة فيه. يعني لو كان عنده 80 جراما فلا زكاة عليه، أو كان عنده 590 جراما من الفضة فلا زكاة عليه. واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذهب بالفضة أو لا، يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل بعضها ببعض ونقول إنه ملك نصابا فتجب عليه الزكاة أو لا؟ والصحيح أنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب، كل واحد مستقل بنفسه، كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر، فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب. فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه. ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضة، وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو غيره، فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بأحد النقدين، أي بالذهب أو بالفضة، فإن لم تبلغ فلا زكاة. فمثلا إذا كان عند الإنسان 300 من الريالات الورقية لكنها لا تبلغ نصابا من الفضة فلا زكاة عليه، لأن هذه مربوطة بالفضة. وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الأخرى كالماس وشبهه، فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند الإنسان منها، إلا ما أعده للتجارة، فما أعده للتجارة ففيه الزكاة من أي صنف كان. أما ما لم يعد للتجارة فلا زكاة فيه إلا الذهب والفضة. هذه واحد، هذا الصنف الأول مما تجب فيه الزكاة. الصنف الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففيها الزكاة لكن بشرط أن تبلغ نصابا. وأقل نصاب في الإبل 5، وأقل نصاب في البقر 30، وأقل نصاب في الغنم 40. والبهيمة ليست كغيرها من الأموال، إذا بلغت النصاب فما زاد فبحسابه، لا، مرتبة. ففي 40 من الغنم شاة، وفي 100 شاة أيضا حتى تبلغ 121،
فيكون فيها شاتان. فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة، من 40 إلى 100 إلى 120 كله ليس فيه إلا شاة واحدة، في من 121 إلى 200 فيه شاتان، 201 ثلاث شياه، 300 ثلاث شياه، 399 ثلاث شياه، 400 أربع شياه. المهم أنها تختلف. وكذلك في الإبل، في الإبل من 24 فأقل زكاتها من الغنم على كل 5 شاة، ومن 25 فما فوق زكاتها من الإبل لكنها بأسنان مختلفة. بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة. السائمة يعني الراعية التي ترعى في البر لا تعلف، إما السنة كلها وإما أكثر السنة. فإذا كان عند الإنسان 40 شاة تسرع ترعى كل السنة ففيها زكاة، تسرح وترعى 8 أشهر ففيها زكاة، 7 أشهر فيها زكاة، 6 أشهر ترعى و6 أشهر تعلف ليس فيها زكاة، 5 أشهر ترعى و7 أشهر تعلف ليس فيها زكاة، تعلف كل السنة ليس فيها زكاة، لأنه يشترط أن تكون سائمة إما السنة كلها أو أكثرها. والشرط الثاني أن تبلغ النصاب، وقد عرفتم أول نصاب الإبل وهو 5، وأول نصاب البقر 30، وأول نصاب الغنم 40. ولكن إذا كان عند إذا كان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا، متاجرا ليس يبقي الغنم للتنمية والنسل، ولكنه متاجر يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غدا يطلب الربح، فهذا عليه الزكاة. ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في الفضة، لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال، ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة، والغالب أن الأحظ للفقراء هو الفضة في زماننا لأن الذهب غالي. الثالث من الأموال الزكوية الخارج من الأرض من حبوب وثمار مثل التمر، البر، الرز، الشعير وما أشبهه، وهذا لا بد فيه من بلوغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرفه الذين يقبضون الزكاة من الفلاحين يعرفونه. فإذا كان عند الإنسان نخل يثمر وبلغت ثماره نصابا وجب عليه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر، لا من الطيب فيظلم ولا من الردي فيظلم، وإنما يكون من الوسط. وإذا باع الإنسان ثمرته فإنه يزكي من الثمن، يزكي من الثمن. مقدار الزكاة في الخارج من الأرض 50% أو العشر، إن كان يشرب سيحا بدون مكاين أو مواطير فإن فيه العشر كاملا، العشر يعني 1/10. فإذا كان عنده
مثلا 10,000 كيلو فالواجب عليه كم؟ 1,000 كيلو العشر. أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواطير والمكاين وشبهها فإن عليه نصف العشر، ففي 10,000 كيلو 500 فقط. نعم، وذلك لأن الذي يسقى بمؤونة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى بلا مؤونة، فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤونة والتعب. أما الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة من عقارات وأقمشة وأواني وسيارات وغيرها، ما ليس لها شيء معين، كل ما أعددته للتجارة يعني ملكته من أجل أن تنتظر فيه الكسب فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه، ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة. الذهب والفضة وعروض التجارة مقدار الزكاة فيها ربع العشر، يعني 1/40، 1/40 في المئة 2.5. وإذا كان لديك مال وأردت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة في يعني سهلة، اقسم المال على 40 والخارج بالقسمة هو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان 40,000 من الدراهم كم تكون زكاتها؟ اقسم 40 على 40,000 على 40 يخرج 1، إذن 1,000 ريال. وفي 120,000 3,000 ريال، وهلم جر. المهم إذا أردت استخراج الزكاة فأنت اقسم ما عندك من المال يعني الذهب والفضة وعروض تجارة على 40، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عليكم السلام، فقد سبق لنا الكلام على ما تيسر من أحكام الزكاة المستفاد وجوبها من قوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. ذكرنا أن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أموال معينة مخصوصة، ذكرنا منها الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. وعروض التجارة لا تختص بمال معين، كل شيء أعددته للتكسب يعني للتجار به والبيع والشراء فإنه عروض تجارة. وسمي عروضا لأنه ليس بثابت، يعرض ويزول، كل شيء يعرض ويزول يسمى عرضا، كما قال تعالى تبتغون عرض الدنيا. والأموال التجارية هكذا عند التجار، يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها، إنما يريد ما وراءها من كسب، ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها. فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للتجار ففيه الزكاة. وكيفية ذلك أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها، حتى وإن كنت لم تشتريها إلا أخيرا. مثال ذلك إنسان تحل زكاته في
شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع، فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخذ زكاتها. فإذا قال إنها لم تتم عندي سنة قلنا لا عبرة في عروض التجارة بالسنة، عروض التجارة مبنية على القيمة، والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب، سواء كانت أكثر من مما اشتريتها به أم أقل. فإذا قدر أنك اشتريتها ب10,000 ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي 8,000 ريال فالزكاة على 8، وإذا اشتريتها ب8 وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 10 فالزكاة على 10. وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فاعتبر رأس المال، اعتبر رأس المال.